بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين والخاشعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله بزيه بروغرام لي نماذج من خشوع الصحابة والتابعين تابعيوشنا كصحابوش صلاة استونو ينبراتشونا الله سبحانه وتعالى انفراتشا يمن ملكة باتيونال يمجمرا ومسالي أبا طلحة الأنصاري يمبال صحابي بتام هابتام نبر تلك ياتكل تبوتها نبرو إزا ياتكل تبوتها وست بميساق دبت وقت ورأى طيرا يطير من بين الشجر بزافوچو مكاكل عند براري سيبر ايوان فتعلقت عيناه بالطائر ببراريو عينو ودزا هيدنا قلبو تنتلتلا حتى نسي كم صلى سنت اند سجد رسا ود النبي عليه الصلاه والسلام يالقس هدا من علاچو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اني انشغلت بالطائر في البستان حتى نسيت كم صليت أنيكو لبي ودا عند وف تنتلت لنا سنت اندسجد كسالاكو بتام مشغولهم كسالات استوني اتكلت بوتاي استوني بمسجدبت غزي يالاچو انا يهنن ونجل بمسراتي مكنيات فاني اجعل هذا البستان صدقه في سبيل الله فضعه يا رسول الله حيث شئت لعل الله يغفر لي الله سبحانه وتعالى يمر لين زند ይህንን ያትክልት ቦታ በሙሉ ይሄው ላንተ አንጥቻለሁና አንተ ለተመቸው ነገር አውለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ወንጀልን እንዲምርልኝ ይፈልጋለሁና Subhanallah እቺን ወንጀል በጣም ትልቅ ወንጀል አድርጎ ቆጥሯታል አባ ጣልሐተ አንሳሪ ምክንያቱም እነሱ ጋር ትንሽ ነገርም ቢሆን በጣም ገዝፎ ነው የሚታያቸው ወላኪን منافقوچنا اللهن يمايفرو سوت زندگن نبياچن عليه الصلاه والسلام كذبابه وقعت على وجهه فاطارها لك اند انديت زنبنج فيتو لا يعرفچ زنب اش بلو اندمياباررات كذا بلاي منم كبدتا يسطوم لميسرا وانجل بتام قلال ادرغو يا اللهن يمايفرا سو بلوال انا ازي جاي من رداو نجر مندنو صحابوچو صلاتاچو وست يميمطان يتنياون ماينت وسوسا انديت ادرغو እንደሚጨነቁበትና ምን ያህል እንደሚያሳስባቸው ነው የምንረዳው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ይቆል ان الرجل لا يصلي 60 سنه ولا تقبل منه صلاه الله يطبقن الله سبحانه وتعالى صلاته ما يقبله سوى الله 60 عامت سجدوا يلالو ابو هريره فقيل له كيف ذلك عند انه يامي هنا فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها ركوعانم ما يموالم سجودانم ما يموالم قيامانم ما يموالم ولا خشوعها منم خشوعهم يلوم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يلالو ان الرجل لا يشيب في الاسلام ولم يكمل لله ركعه واحده عند تم ركعه على الله سبحانه وتعالى سايزقد عند سو اسلمنا وسط يا رجال قيل كيف يا امير المؤمنين انديت نو يامي هو نو انت امير المؤمنين سيبالو قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ركوعانم سجودانم اموالتو ايدلم يميسجدو قدم اندالنو ركوعن اموالتو سايحون زم بلو بدن بايغونبسم محل لا يملسال سجودوم لاي دغمو بدن بقويتو افنچاوننا گنبارون بتككلا اسنكام وي بافنچاو بتشا نكتو يملسال وي بگنبارو بتشا نكتو يملسال لا يتم ركوعها ولا سجودها قل ادمي لكم بمولو بزي ملكونو سي سجدين ورو قل الله سبحانه وتعالى يكبلو ملالو الله يتبقى إهني هالقزين ميصالف نسوج كالن توبا درقن ودا الله كاريوان حياتاتنا إن شاء الله ترو يتمالا صلاتنا مسجد ما سمجال اللبن إمام أحمد رحمه الله يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون إمام أحمد من يلالو بسوج لا يمت على الزمان يمت على اللالو يسجدالو غنا يسجدون غن يسجدوا አይደለም واني اتخوف ان يكون الزمان هو هذا الزمان ريكو فرالو يا زمن يي زمن እንዳይሆን ይላሉ يزاري عند شي احمد امام احمد يي زمن يا زمن እንዳይሆን ፈራለው صلاتي يسجدوا غن يمايسجدوا بت زمن
አካላቸው ተገኝቷል ሰላት ውስጥ አቅላቸው ቀልባቸው ግን ሌላ ቦታ ይሄዳል ይህ ደግሞ በጣም ትልቅ ወንጀል እንደሆነ ኢማም ገዛሊ እንዲህ ሲሉ ይጠቅሳሉ ان الرجل لا يسجد السجده يظن انه يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ووالله لو وزع ذنب هذه السجده على اهل بلدته لهلكوا انا لله وانا اليه راجعون ሰውየው ስጁድ ያደርጋል አሉ ኢማም ገዛሊ ስጁድ ያደርጋል ግን ያ ስጁዱ ወደ አላህ ያቀርበኛል ብሎ ነው የሚያስበው ووالله لو وزع ذنب هذه السجده የዚች ስጁድ እኮ ወንጀል ብትከፋፈል ለሱ ሀገር ሰዎች በሙሉ ብትከፋፈል ትበቃቸዋለች ታጠፋቸዋለች ይላሉ የዚች ስጁድ ወንጀል ለምን ተብለው ሲጠየቁ ምን መለሱ يسجد برأسه بين يدي مولاه ጌታው ዘንድ በጭንቅላቱ ሄዶ ይሰግዳል وهو منشغل باللهو والمعاصي والشهوات وحب الدنيا بدنيا فكر بشهوة بونجل لبو قل لا بوتانا يالو ليلا نقر من ياسبو فأي سجدة لله هذه إتشي سجود لا الله من أين سجود نتشل اللو إمام غزالي سبحان الله سنتو تشاتشنن ندزي أين سجود يمن نادرقو سجود أدرقنال يمن ناسبو قنس لدنيا سجود أدرقنال يمن ناسبو ليلا مدفونة قل لنوري تشلال إهن نقر نماسو قديم يتبك بن حقيقة خشوع مالت ميهنو خشوع مالد الله سبحانه وتعالى أوكو فرتو ملو لملو كلبون ودسو أدرقو مسجد مجال مالتنا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أن أنت أمناتش سويت شوي صلاة أتقربوا وأنتم سكارى سكرتش حتى تعلموا ما تقولون የምትሉት ነገር እስከምታውቁ ድረስ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ጋር ዑለማዎች በጣም ይገርም ስትንባጥ ያደርጋሉ ኸምር ማለት ብቻ አይደለም ይላሉ ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ሰክራችሁ ማለት በዱንያ ፍቅም ሰክራችሁ አትግቡ ሰላት ውስጥ ናችሁ ስለ ዱንያ ያሰባችሁ يعني በዱንያ ሰክራችሁ ሰላት ውስጥ አትግቡ ማለት ነው ይላሉ ምክንያቱም የዱንያ ስካር ከኸምር ስካር ይበልጣልና ሰውየው ቀልብ ሙሉ ለሙሉ ወደዛ የሚወስድበት 24 ሰዓት ስለዛ ነገር የሚጨነቅበት ያን ነገር ያ ስለ ዱንያ ብቻ የሚያብሰለሰለበት ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውየን አላህ ኸይር ሲሻለት جعل غناه في قلبه الله ቀልብ ውስጥ ክብረትን ያስቀምጥለታል አላህ ደግሞ መጥፎ የሻበት ሰው جعل فقره بين عينيه ባይኖቹ መካከል አላህ ድህነትን ያስቀምጥበታል በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር አለው ግን ደሃ ነው ሁሌም አይጠግብም ሁሌም ጭንቀት አለበት ትንሽ ብር አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር ይሻለት ሰው ክብር ነው እሱ ክብር ነው ሁሌም ሀብታም ነው ያ አይነት ስሜት ነው የሚሰማው የዱንያ ስካር ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን አላህ ይጠብቀንና وإذا كان الله قد حرم الخمر في البداية قبل الصلاة حتى يعلم المصلون ما يقولون الله سبحانه وتعالى خمر حرام كدرجة صلاة كما سيرات شو بفيت سويتش يميلوتن دياوكو يميلوتن ساوكو بفيت صلاة استن دايكومو قري خمر كتكلكلو باتشو مراحلو تشوستي مجمراونو خمر وده سوست مرحلة وچنا سالفوال سيكلكل مالتنو عندو مرحلة يهنبر ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى سكراتشو صلاة تقربون يتبالت مجمرا صحابوتشو ምክንያቱም የኸምር ፍቅራቸው በጣም ከፍተኛ ስለነበር ባንድ ጊዜ አቆሟል አላላቸውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ሰክራችሁ ሰላት አትቅረቡ ከሰላት ውጭ ግን ብትጠጡ ችግር የለም ነው ያንን ነገር ፈቀደላቸው ከዛ በኋላ በመጨረሻ ነው فهل انتم منتهون ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه የሚለው ቁርአን አያ ይወረደው ሙሉ ለሙሉ የሚከለክለው ይወረደው ማለት ነው ምንድነው ሰሃቦቹ ሰላት ውስጥ በሚቆሙበት ጊዜ يعني በዛኔ ይጠጡ የነበሩት ማለት ነው طبعا ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ቀደም ብለው የሚያቆሙ መጀመሪያም የማይጠጡ ትልልቅ ሰሃቦች ነበሩ የሚጠጡም ግን ነበሩ ኸምር حرام ከመሆኑ በፊት ማለት ነው قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ميلون ايه عند ትልልቅ يعني صحابي ይሄንን አያ በሚቀራበት ጊዜ ጠጥቶ ነበርና ምን አለ ولا انتم عابدون ما اعبد وانا اعبد ما تعبدون بلو يعني دبل لكم مالك انيم دغمو ان انت متغزو تنغزالو ان انت ني متغزو تتغزو ما بقى دبلكلك سيادرغو غزي الله سبحانه وتعالى انجدي كذا بحالا نو بزيح سبب نو هي ايا يوردو يمتلوتن اسكمتاوقو درس صلاتنا تقربو تبالو اهون انيا بدنيا محبه سكرن يمنلونكم ما ناق بزوچنن والله
ራሴን ጨምሮ ማለት ነው። ሶላት በመንቆምበት ጊዜ ስንት እንደሰገድን እንረሳለን፣ ምን እንደቀራን እንረሳለን። ፋቲሃ በኋላ ምን እንደቀራን እንረሳለን። ፋቲሃ መቼም ሁሉ የምትቀራ ስለሆነች አትረሳም። ግን ከሶላት ከፋቲሃ በኋላ ቀጥሎ የቀራነውን ሱራ ግን የምንረሳ ብዙአል። ምን እየቀራን እንደሆነ አናስታውስም። ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى واعلم ان الله تعالى امرنا باقامه الصلاه لا بمجرد الصلاه الله سبحانه وتعالى يعززنيان صلاه بدن باستكاكل اندنسجد انجي زم بلن اندنسجد አይደለም እንደውም قران لاي صلوا ميل يلم سجدوا ميل አይደለም اقيموا الصلاه صلاه اقومات بدن باستكاكلوات من ማለት ነው اقيموا ማለት በአረበኛ ቋንቋ አቲሙ واحسنوا ማለት ነው አማሉ አሳምሩ ማለት ነው صلوا معناتنا اقيموا الصلاه اللي هي اقيموا الصلاه اسمروا عمالوا معناتنا لمثال اقام البيت نلالن من معناتنا حسنه واتمه وجمله معناتنا بيتن اسمروا اسوابوا بتام قنجو ادرغوا معناتنا صلاتاچون اسمروتن ميلو الله سبحانه وتعالى صلى ميلو قال الى العلماء صلى ميلو قال اندوم بوغزت لاي بቻ ነው የተነሳው فويلن للمصلين بلو الله سجاجوچن مصلين بلو ያነሳበت ويل يعني ويولታቸው ويم وادم في جهنم جهنم مست ያለ ሸለቆ አለባቸው ምን አይነት ሰዎች እየሰገዱ الذين هم عن صلاتهم ساهون ግን ሰላታቸው ላይ የሚዘናጉ ሰዎች ሲል الله سبحانه وتعالى በማውገዝ ጊዜ ነው صلى ሚለውን ቃል የተጠቀመው ግን واقيموا الصلاه ليلان بوتا لا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه بزو بوتا لا صلاه اسامروات اسوبات بلو نو الله سبحانه وتعالى يمناجر ازي ما علي فويل للمقيم الصلاه على صلاه بتككل لم يسامرونا لم يسوبوا سوتش ويولتاچا لم يسجدوا سوتش يعني زم بلو يعني صلاه اقام اقامه قط ادرغو اسامرو مسجدن الله سبحانه وتعالى بطرو بوتاوچ لا سيستاوس صلى يميلون قال كن اندي نو يانساو يلالو